وصلتنا رسالة بعنوان الدشيش المقدس. تعرفون أكثركم من يلعب طاولة الزهر، وهناك شيش بيش دشيش ستة وستة. وهذه الرسالة أتت من أحد السادة الذين ولدوا في المذهب النصيري، ومع الزمن رأى ما رأى وعاش ما عاش، واعتنق الإسلام أهل السنة والجماعة، وهو من تجمع العلويين السنة. يقول: إلى روح أخي الشهيد ماجد، إلى أرواح آلاف الشهداء الذين شاركت مرغبا على إبادتهم، إلى الملايين من أبناء وطني الذين ابتلعهم جحيم الحقد العلوي، إلى الأمهات والزوجات الثكالى والأبناء اليتامى، إلى من يريد أن يعرف حقيقة الهولوكوست السوري المرعب، إلى أولئك الذين تحلقت أرواحهم وقلوبهم بالدشيش المقدس. إلى كل هؤلاء أكتب اعترافي. كنت رقيب أول في فرع المنطقة الجنوبية من حرسة، التابع لإدارة المخابرات الجوية، وشاركت في اجتياح مدينتي داريا في تموز 2011 والمعظمية 21 آب 2012 بالاشتراك مع قوات الفرقة الرابعة التي يقودها السفاح ماهر الأسد. اقتحمنا مدينة دارية وقمنا بتصفية 376 إنسانا مدنيا في مسجد سليمان الدبراني الذي لجأوا إليه خوفا من جحافلنا، وتركنا 122 جثة بداخل المسجد. وعقب اقتحام المدينة قمنا بمداهمة عشرات المنازل وتصفية جموع من بداخلها رميا بالرصاص وذبحا بالسكاكين. وكل من يغادر منزله يتم قنصه. قمنا بتصفية أكثر من 2500 من الرجال والنساء والأطفال والشيوخ، واعتقلنا 690 مدنيا، منهم 204 نساء و44 طفل وطفلة. تكررت المذبحة في مدينة المعظمية. قمنا بفرض حصار خانق عليها وبدأنا في قصفها بالمدفعية لأكثر من 12 ساعة، مما أدى إلى مقتل عشرات المدنيين الأبرياء. وصدر أمر لنا باستهداف موكب لتشييع الضحايا، فاستشهد معظم المشيعين. بعدها نفذنا عمليات دهم واقتحام لمنازل المدنيين المذعورين، وجاءتنا أوامر بارتكاب عمليات قتل جماعي، فذبحنا 217 مدنيا بالسكاكين، بينهم 9 أطفال و21 امرأة. حاولت جاهدا ألا أقتل أحدا، فكنت أطلق الرصاص على الجثث وأذبح من كان يحتضر. بعدها صرت من عناصر حماية قائد حاجز متحلق القانون المقدم النصيري السفاح معن الجردي الملقب أبو الموت. كان لا يمت للجنس البشري بصلة، طائفي حاقد من رأسه إلى أخمص قدميه. سفاح لم يعرف التاريخ له مثيل، كان يتسلى ويتفنن بتعذيب وإعدام المعتقلين في الفرع وعلى حاجز متحلق القابون وعلى حاجز حرستا الذي يقوده كائن مجنون آخر، هو السفاح العلوي النصيري المقدم في رأس سلمه والملقب حاصود الحناجر، حيث كان يفصل حنجرة المعتقل بسكينه ثم ينتزعها بأظافره ويطعمها
لكلبه الدوبرمان المدلل. كنت شاهدا على قيام المقدم السفاح معن الجردي بإعدام أكثر من 3000 إنسان خلال 4 سنوات قبل أن أنشق عن هذه الطغمة المتوحشة. كان هناك كائنين معتوهين يشاركان السفاح المقدم أبو الموت هوسه بالتعذيب والقتل، وهما المعتوه الأول المساعد العلوي المجرم أحمد الحسن الذي كان يستخدم أساليب للتعذيب لم تخطر على بال الشياطين، منها إشعال أكياس النايلون وتنقيطها على المعتقل وتعليق كيس ماء وزنه 2 أو 3 كيلوغرام على العضو الذكري مع الصعق بالكهرباء. يا لطيف، يقوم بكتابة عبارة لا إله إلا بشار على صدر المعتقل بالبارود ثم يقوم بإشعاله. والمعتوه الثاني المساعد العلوي المجرم ثائر ملحم الذي كان مهووسا باغتصاب وقتل البنات كان وحشيا ضاريا، يقوم بإدخال يده النجسة في أدبار البنات ثم يدخلها في أعينهن ثم يقوم بإحداث قطع أو شق بالسكين في طرفي القدم من جهة اليمين واليسار ثم يمسك أفواههن ويقوم بشلخها عن بعضها ويتركهن للموت البطيء. كنا نتنقل كقوات دعم ما بين مقر الفرع والحواجز المحيطة، ومنها حاجز المتحلق الجنوبي الذي يعتبر نقطة دفاعية للفرع الذي يقوده مقدم تابع للفرقة الرابعة، حيث يوجد جسر وتحته نفق يبعد عن الفرع نحو 800 متر ننزل منهم من الملحق إلى عربين. وهذه الحواجز ارتكبت جرائم إبادة بحق آلاف الأبرياء من مدينة دمشق وريفها تحت التعذيب والإعدامات الميدانية. كان السفاح معن أبو الموت يخاطب المعتقلين: يجب أعرفكم على حالي، أنا الله، أنا ما سأرسلكم إلى الجنة. كان مهووسا بقتل البشر واللعب بطاولة الزهر، كان يأمر باللعب معه ليشاركه في طقسه الخاص بالقتل والذي كان يدعوه بالدشيش المقدس. فكان يأتي بالمعتقل المسكين ويجعله يشاهدنا ونحن نلعب، ثم يأمره أن يرمي النرد الزهر ويقول له: هلاق إذا جاء دشيش رقم 6 في النردين راح خليك تعيش، وإذا ما جاء دشيش راح أقتلك. وطبعا احتماله أن يأتي دشيش ضعيف جدا، فتعلق عيون وقلب المعتقل بالدردين المرهون حياته بهما. كانت لحظات تقطف الأنفاس، رعب ما بعده رعب. كنت أسمع نبضات قلب المعتقل الصارخة، طبعا لا يأتي الدشيش. فتتعالى توسلات المعتقل ونحيبه، فيقول السفاح معا باستمتاع: راح أعطيك فرصة ثانية ولكن مرة أخرى لا يأتي الدشيش. فيقول السفاح أبو الموت مبتسما: هنت قتلت حالك مو أنا. فيأمره بترديد النشيد الوطني فينشد المعتقل: حماة الديار عليكم سلام. عندها يقول المجرم معن الجريدي: وعليكم الخرع، ويعاجله برصاصة في رأسه ليخر مضطرجا بدمائه الطاهرة. كان بقية المعتقلين يرون ما يحدث وينتظرون ليكونوا قرابين طقس الإعدام العلوي على مذبح الدشيش المقدس. أخوكم وجد هلال، تجمع العلويين السنة. من يستطيع أن يقدر من هؤلاء المخلوقات؟ من أين أتوا؟ من أي كوكب؟ هؤلاء يجب إزالتهم ليس فقط من بلادنا،
خطرهم على الإنسانية جمعاء. للحديث بقية إن شاء الله.